السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا وسهلا من جديد معكم يا محمد مقناط وينو كونكر. في البداية كده يا جماعة طبعا هنشرح ايفنت ديفاين كونتست، وأنا عارف إني اتأخرت على شرح الايفنت ده كتير جدا لأن مع الأسف كان في مشكلة في الوقت بتاع اللعبة، مش عارف هو تقريبا اتصلح الايفنت. عندك كمان الايفنت بيشتغل بتوقيت معين من الساعة 13 بتاعت اللعبة لغاية الساعة 19. طبعا السفارات الأمريكية هتتعب جدا 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 في الموضوع ده عشان بيفتحوا بالليل. يعني عموما احنا طبعا بنخش اول حاجه بيجي لنا 50 كوين عن طريق الميل بوكس اول ما بنفتح. طبعا دي ناس كتيره جدا جدا استلمتها الجوائز، ريري لورون باك، برمستون، ريد بوزا، مش عارف ايه اللي هو الاكل بتاع البيست والكلام ده كله. في البدايه عشان نقدر نختصر الموضوع احنا بنخش من الراجل اللي اسمه ليه، هتلاقي طبعا يعني لا اله الا الله. هنا انت بتلاقي على حسب الليفل بتاعك 99 119 129 وليفل 130. بنخش طبعا على 130 اهو الراجل دي انتر ذا باتل فيلد، بيقول لك انت تقدر تخش الباتل فيلد في الليفل بتاعك. انت لازم الحرب هتبتدي لما يكون في اكتر من 20 بطل، تمام. بعد كده بيقول لك 10 ديفاين دايموند والابير افري مينيت، بيقول لك في 10 من الوحوش او 10 من ديفاين دايموند. المهم هنفهم احنا الموضوع ده، فهنخش كده هنا باتل فيلد، بيقول لك هنا فل، بيقول لك هنا بليز بي بيشنت، فلازم احنا ننتظر. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه احنا دخلنا المكان خلاص اهو، بس بعد عناء كبير جدا جدا جدا. الفكره كلها بيقول لك ان انت ما تضربش في نفس الناس اللي فيهم معاك، فانت بتجمع اللي عليك، بتجمع. ممكن تفتح بيكي عادي خالص مفيش اي مشاكل، تمام، مفيش اي مشاكل خالص، ممكن تفتح اي بيكي براحتك، تمام. احنا ممكن نفتح بكاد عادي خالص كده، بس مش عارف ليه ايه ده، الموضوع صعب قوي كده يا اخوانا. ده قاعد عليه الشيلد ده، مش عارف الشيلد ده بيعمل ايه، بيحميه ولا ايه بالظبط؟ الظاهر انه بيحميه اهو، بيقع منه الدروبات زي ما انتم شايفين. انت بتجمع عليك، تقعد تجمع مس. لو اي حد في اليونيون بتاعك خلي بالك مش هتقدر تفتح عليه بكين، مش تبقى عارف يعني المعلومه دي. احنا نبدا نتنطط كده، معايا 7 طبعا، ده مات اهو، جمع. طب ايه يعني، ما هو المفروض احنا يعني اهو، يعني المفروض احنا نجمع يعني اهو، يعني ايه مش عارف انا. شغل البكيهات بقى والشغل ده يا لهوي، ده مادة ده بيشيفي. طبعا لازم نجيب كبير بالشفا، ابلع طيب مات. فهنقدر نجمع كائنات زي ما احنا عايزين زي ما انتم شايفينه. الكلام بس طبعا نضطر ان احنا مع الاسف ان احنا نشتري اتش بي، طبعا ما بيظهرش اي ايتم من هنا، فاحنا لازم يا بس حبيبي بس يا بابا ابلع. لا عجبتنا والله المسابقة دي بصراحة. لا 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 انا مت، لا انا اقدر اتحرك عادي خالص، معانا الشيلد بتاعنا هيتكسر دلوقتي. تحاول ما تموتش يعني، فاهمني الفكرة كلها ان انت ما تموتش، الفكرة كلها ان انت ما تموتش وتجمع نقاط، اقعد تجمع.
لا 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 دي موت وضاع مني كمية كبيرة أوي. يعني انا مش عارف ليه ما بيلمش اخوانا. فيها اخوانا اتنين قشرات بيطحنوا في بعض بطريقة هات يا عم. بس حتى لو شفت التالت برضه مش نافع، اضطرنا احنا نصبر بقى. ايوه كده. حتى بص بص يعني طريقة ان انت تاخد الايتم عفنة جدا والله بجد. وايفنت يعني انا مش عارف، وقال لك اخر 20 واحد. 20 واحد ازاي؟ طيب انا مش عارف 20 واحد ازاي. طب واللي بره دول يستنوا يعني ولا ايه؟ يعني هم عايزين يعملوا ايه؟ عايزين يعملوا زي البيت الرويال يعني، فمن ازاي؟ بس طبعا بايظة خالص يعني الحوار ده، ان انا اقعد استنى مثلا لمدة 10 دقايق يعني، فمن ازاي؟ ده حوار عطلان خالص خالص خالص. وطبعا ده هيستلمني وانا مش فايق لك، بس ده باين عليه وقع شوية حلوين شباب الانمي. نخلع منه ده عشان احنا مجمعين شوية حلوين. جامد 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 جامد. يلا نخلع. طبعا الفيديو هيطول دلوقتي بطريقة غبية جدا. المشكلة هنا بقى يا معلم، لو انت لو في نفس اليونيون بتاعك ده مش هتقدر تفتح اللي بيك، فاهمني؟ مش هتبقى عارف المعلومة دي. بس طبعا انا داخل وسطهم ليه؟ انا بقى داخل وسطهم ليه؟ مش عارف اهو. بس كده خرجنا حلو يا راجل. كل ده عشان اجمع اخر 40 واحدة بس. جميل. في تاني انت ظبطت فل مرة واحدة تمل. طب احنا كده عرفنا الفكرة يا جماعة، بنخش نطحن في بعض جوه ونفضل نضرب لما نقول يا بس لغايه لما نتشل، فاهمين ازاي؟ طبعا الناس الاكونتات الكبيره جدا جدا جدا. اسف ده كان لو في صوت زن ولا حاجه يا جماعه، ده كان صوت المروحه اللي جنبي فبتاعت الجهاز يعني، فانا اسف جدا عليها. انا طبعا انشغلت في فيديو ونسيت موضوع المروحه ده. طيب ادي يا جماعه موضوع الوحوش دي. طب هنا بيقول لك الجول ان انت اول حاجه تجمع 10 دايموند، فانا اخد 300 دايموند كوين، باقي معايا 400 دايموند كوين. حلو الكلام. اللي بعده لما تجيب 50 دايموند كوين هتقدر تاخد بعديها، مش ظاهر كويس الكلام، 300 كلهم 300. ولما تجمع 1500 دايموند ان توتال. حلو الكلام. طيب بعد كده بنعمل بيها ايه؟ بنروح كده نطلع من الراجل ده، نخش على ليف بريبريشن زون. فطبعا بنخش على مستر لي ونقول له يا عم الحاج كده شكرا ليك جدا 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 على الهديه الجميله دي. هي حاجه شبه التيم ارينا او السكيل تيم، فاهمين ازاي؟ بس او مثلا بلاش دي، او مثلا زي اللي هو يونيون وور مثلا ولا حاجه. بنخش على تريجر اكسشينج دايموند كوين. بنكلم الراجل ده بيدينا الشوب فيه ستونات بيرمستون 15 داي مثلا 15 يوم من سكيل سول. عندك مثلا بيرفكشن ريد بودا مش عارف ايه، فمن ازاي؟ اتمنى بصراحه لو كان لو جت فيها صخره دي كانت هتبقى جامده والله، بس للاسف مفاش يا ابن اللذين. وكمان عندك اللي هو يولو رون، لو انت في عندك رونات ناقصه ولا حاجه من العاديه تقدر تجيب منها 3. مش عارف اذا كان ده بيعمل ريستوك او بيتعاد من تاني ولا لا، الله اعلم، معرفش يا جماعه. ممكن مثلا نجيب من ده اتنين، ممكن نجيب بتاع 150 واحده مثلا ولا 200 واحده مثلا. بنخش بعد كده هنا على حاجة اسمها فيو ديفاين رانكينج. ده الرانكات يا جماعة، بنخش عليها من هنا. بيجيب لك بقى الرانكات تقريبا، اعتقد ان هي بتاعت كل السيرفرات يعني، كل السيرفرات اللي احنا بنفضل نضرب في بعض. از اند اوف ايفنت بيقول لك بقى اول 10 بيقدروا ان هم يشوفوا اوف لاين ايفنت بيج. مش عارف ده ممكن يكون في مشكلة ولا ايه بالظبط. بعد كده بيقول لك يعني هو من الاخر كده اللي هو فوق ال 130، هو ال 140 من الاخر ده اللي يقدر يتخانق على الرانكات، فاهمين ازاي؟ وول اوف وورلد برستيج ديفاين كونتست وول اوف وورلد برستيج. نشوف موضوع الايفنت وول اوف برستيج ده يا جماعه. بس طبعا اعتقد برضه انك تدفع فيه. يا لهوي
ده 915,000 يا عم. كونكيستا اعلى واحد في كونكر اونلاين عموما، خلي بالك ده بين كل السيرفرات. وورلد رانك، انجلش رانك، في البرستيج اعتقد في سيرفر كاميرا طبعا، سيرفر طبعا ضم الصيني. بعد كده بانك روك ده الثاني، كشنجاري 910، وهكذا وهكذا وهكذا. ما شايفين عربك على واحد، الزعابي 889,000، سبانيش رانك الراجل ده برضه كلهم 915,000 يعني، فمن الزيادة على واحد 915,000. ده اللي هو مقفل اللعبة جامد جدا يعني، موضوع رهيب. طب يا جماعة عشان ما اطولش عليكم وقوله طول، المهم ما تنساش تفشوا كده لو انت اتفرجت على الفيديو للاخر، ما تنساش تتفرج علينا، تشوف صندوق الوصف هتلاقي جروبات التليجرام بتاعتنا، جروب الماركت، جروب الشات لكونكر اونلاين، هتلاقي ناس كتيره جدا جدا بتساعدك في كل حاجه. لو عايز تبيع اي ايتم، لو عايز تعمل اي حاجه في كونكر اونلاين هتقدر من خلال الجروبات بتاعتنا. ما تنساش لايك الفيديو والاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس. وطبعا انا اسف ان انا عامل الفيديو ده الساعه 12 بالليل عشان خاطر الوقت بتاعه، فمن ازاي فانا ما اقدرش ان انا اشرح بالصور بس، ان الموضوع مش هيبقى لذيذ قدام ناس كتير جدا، موضوع ان انا اشرح بالصور بس مش حلو. وان شاء الله بشرح لكم اكتر 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 في موضوع الدايموند كوين. فاكر كلها زي ما بقول لكم، انت بتخش لمده 10 دقائق، من 5 ل 10 دقائق تفضل تضربوا في بعض لغايه ما تجمع اللي هو الحاجات اللي شبه الانيما، بس طبعا ليها طريقه معينه ان انت يعني تدوس على الظل بتاع الانيما اللي في الارض دي زي ما شفت الفيديو بتاع الخناقه دي عشان تقدر تتلفها. كل ما تجمع اكتر كل ما بتاخد جوائز اكتر. وطبعا ما تنسوش الشهر الجاي ان شاء الله ايفنت فاشن ديل فريجمنت، فاشن ديل جيرمنت اللي هو ايفنت الجرمانات، وكمان ايفنت ايبك اوبن كارنفال وجراند سيلز، شويه ايفنتات الشهر الجاي ان شاء الله. واتمنى لكم كل خير. وانا بالنسبه لي بقى عشان الساعه 12 بالليل دلوقتي عشان الناس مش مصدقه، اهو الساعه كام؟ 12 بالليل. تمام، تصبحوا على خير، سلام.